أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن الحلف على ترك محرم وبعد فترة عاد إلى ذلك المحرم، هل عليه كفارة؟ بلا شك، هذا لو ما حلف ما يجوز له يعود للمحرم، إذا حلف قد نقض يمينه فيكفر عن يمينه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.